بالنسبه للمقابله اليوم راكم شفتوا كاع الجماهير البشاريه شافت المقابله، اللاعبين اداوا مقابله في المستوى، هما مشكورين الاداء نتاعو. كنا مدومينين الماتش، كنا ند للند لفريق تيارت. فريق تيارت راك ما يخفالكش عنده خبره في القسم الوطني الثاني، فريق نتاعي فريق شاب ومزيد مع الخبره، ادى مقابله في المستوى، سجلنا هدف اللي كان منعرج في المقابله، كنا في المستوى، لكن راك تشوفوا ضربتين جزاء في مقابله في شوط واحد، في شوط واحد، شوط واحد ضربتين جزاء خياليه. المنعرج راك شفتوه، ضربه الجزاء هو اللي خلى اللاعبين نحطوا معنويا، وراك تشوف اللاعبين ناقصين خبره اللي خلاته ما يكونسونتروش في المقابله. والخلاصه الاخيره اللي نستخلصها، اللاعبين والله في المستوى اداوا مقابله رجعوا ليا وهم مشكورين على ذلك. الاتحاديه الجديد، ومن هذا المنبر نتمنوا له التوفيق، نتمنوا له التوفيق الوليد صادي. ان شاء الله يراقب الحكام، الحكام هما اسباب المشاكل في البطولات، لا في القسم الوطني الثاني ولا القسم الاول ولا الرابطه الثالثه، هما اسباب هذا الاخر. نتمنى يديروا لي كونترولور في لي مقابله ويهزوا الخلاصه نتاع لي كونترولور باش يكون مجلس تاديبي خاص للحكام. إلا ما كانش حكام في المستوى ما تكونش بطولة في المستوى. نتمنى رئيس الاتحادية الجديد إن شاء الله نتمنى له التوفيق يوقف على هذه النقطة بالضبط.